أفضل طالبة في جامعة جنوب كاليفورنيا ممنوعة من إلقاء خطاب التخرج بسبب تضامنها مع فلسطين على منصات التواصل الاجتماعي. أسنى تبسم أمريكية من أصل هندي تدرس الهندسة الطبية الحيوية حازت على جائزة الطالبة المتفوقة التي تقدم لها 100 من الطلاب المميزين ممن تأهلوا لنيل اللقب. لكن قبيل حفل التخرج أصدرت الجامعة قراراً بإلغاء خطاب التخرج التقليدي. رئيس الجامعة أندرو جوزمان قال إن قرار الإلغاء لا علاقة له بحرية التعبير، بل كان يهدف ببساطة إلى حماية أمن الحرم الجامعي. تبسم فوجئت وقالت إنها حزينة جداً، معتبرة قرار جامعتها استسلاماً للخوف وخطاب الكراهية، فيما وصف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية القرار بخطوة جبانة قائلاً إن تبسم تتعرض للتنمر والتهديدات من طلاب بجامعتها بسبب آرائها عن حقوق الفلسطينيين، لكن الجامعة رضخت لهؤلاء الطلاب. قرار الجامعة أثار انتقادات عدة حول حرية التعبير. تبسم قالت كنت أعرف أن الجهات المعادية لفلسطين ستثير ضجة وتشتكي مني، فيما كتب رئيس الجامعة أندرو جوزمان لقد تنامت المشاعر التي تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي وتصاعدت إلى حد خلق مخاطر كبيرة تتعلق بالأمن.